أهلا بكم. أتكلمنا عن الموروث الشعبي في العديد من الدول. حنتكلم عن الموروث الشعبي في بلاد الشام، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين. تكلمنا في حلقة خاصة عنها. حنتكلم عن بلاد الشام، بعض المعلومات الخفيفة إلا موجودة في المناطق هذه. بلاد الشام بلاد الحضارات، مر عليها حضارات كثيرة جدا جدا، وفي كل حضارة كان في ذكر للثعابين بصورة من الصور، في نقوش، في أشياء كثيرة بتدل على الحكاية هذه. من الحضارات اللي كانت موجودة في المنطقة هذه الحضارة الفينيقية، الحضارة الآشورية، البابلية، الأرامية، الكلدانية، في الأردن منطقة البتراء، الأنباط، منطقة البتراء اللي بيقولوا حصل فيها قصة سيدنا موسى عليه السلام مع سحرة فرعون. في كل المناطق هذه، في سوريا، في لبنان، في الأردن، في مناطق كثيرة جدا أثرية. بعلبك معروفة في لبنان، سوريا في عدة مدن زي بصرة الشام، الأردن، جرش، البتراء، مناطق كثيرة جدا. لكن اللي يهمنا أنه نعرف بعض الأشياء من الأشياء القديمة وبعض الأشياء من الأشياء اللي موجودة لغاية الآن. في حضارة بابل والشام في إله اسمه نينغ شزيدة. نينغ شزيدة هذا إله الطب في حضارة بابل والشام، بالضبط نفسه الإله اسكلوبيوس، أو اللي بيسموه إله الإله اسكلوبيوس إلا في الحضارة اليونانية. هذه حاجة تقريبا كانت موجودة من زمن، إنه كل حضارة بيكون عندهم آلهة معينة. الثعبان كان إله موجود عند الحضارة اللي هي اسمها حضارة بابل والشام. مدينة حمص، العرب القدماء كانوا بيسموها المدينة المباركة أو المدينة المقدسة، وبيقولوا إنه المدينة هذه ما يدخلها لا ثعابين ولا عقارب. ليش ما يدخلها ثعابين ولا عقارب؟ مين هم الثعابين والعقارب؟ هل قصدهم إنه الثعبان كحيوان والعقرب، ولا الناس اللي عندهم الشر جواهم؟ لأنه ارتبط الثعبان أو الحية، وعلى فكرة اسم الحية هو اللي بيطلقوه في المناطق هذه، أي نوع من الأنواع بيقولوا عليه حية. فهل قصدهم إنه حمص ما يدخلها ثعابين ولا عقارب؟ قصدهم الثعابين أو الناس اللي عندهم شر جواها، زي ما قلت إنه ارتبط الثعبان بالشر وخصوصا الحية، لأنه في الحضارة القديمة المسيحية بيقولوا إنه الشيطان دخل الجنة عن طريق الحية، لأنه الحية أقوى شرا من الثعبان العادي. ارتبطت الثعابين وظهورها بفصل الصيف، هذه حاجة عادية ما فيها مشكلة، لكن الناس بيعتقدوا إنه الثعابين بتطلع وتبدأ تهاجم، تبدأ تنتقم من الناس، وحكاية الانتقام هذه أتكلمنا عنها كثير جدا، وتكلمنا في حلقة خاصة موجودة في معظم الدول العربية، إنه الثعابين تطلع تنتقم من الناس وتهاجمهم بأي صورة. وللأسف الحكاية هذه ناس كثيرين جدا اعتقدوا إنها صحيحة. مشهور في مناطق الشام كلها بدون استثناء في حاجة اسمها الرصد. أي منطقة يشوفوا فيها ثعبان، فيها مغارة، فيها قبو، فيها خندق، فيها سرداب، بيقولوا إنه الثعبان أكيد بيحمي كنز أو حاجة مخباية جوات المناطق هذه. اسمه رصد، يعني منطقة مرصودة، مرصودة يعني عليها حماية، وبيكون اللي بيحمي المنطقة هذه هو الثعبان. لفظ الحية بيقولوا إنه الأنثى، طبعا بيقولوا حية وحياية، لكن بيطلقوا لفظ الحية على الأنثى. الثعبان هو الذكر، وبيقولوا الحنش، الحنش اللي هو الحية الكبيرة. طبعا هذه أشياء محلية في بلاد الشام، بتختلف المسميات هذه، وتكلمنا في حلقة خاصة عن المسميات. الظريف في بلاد الشام إنه بيوصفوا الناس بالثعابين وبالحياية، وبيقولوا فلان حية من تحت ابن. أتكلمنا في بعض الأمثال عن الحكاية هذه، لكن ربطوا الثعبان أو الحياية بالسياسة. الناس اللي بيشتغلوا في السياسة واللي بيكون ما لهم إنتاج بيقولوا عليهم حياية أو ثعابين،
واحيانا بيقولوا عليهم عقارب. لكن حكايه ظريفه انه نربط السياسه بحيوان من الحيوانات، او نربط الاشخاص اللي شغالين في مهنه معينه بحيوان من الحيوانات، وخصوصا الثعابين. لبنان بلد الموضة، لبنان مهتمين جدا بالموضة، لأنه في فنانين وفنانات كثيرين جدا مهتمين بالموضة في لبنان، فأهتموا بالموضة اللي داخل فيها الثعبان، سواء كانت مجوهرات أو ملابس أو إكسسوارات. نلاقي فنان أو فنانة لابسة عقد، نلاقي واحدة شايلة شنطة من جلد الثعبان، ملابس مصنوعة على شكل نقوش الثعابين، أشياء كثيرة جدا دخلت في الموضة وانتشرت بشكل كبير جدا. طبعا الموضة هذه حاجة عالمية، لكن خصوصا في لبنان في تركيز على الحكاية هذه. المغاوير، ناس اسمهم المغاوير اللي هم حقون الجيش، بيقولوا انه بياكلوا الثعابين وشيء عادي بالنسبه لهم في لبنان. بيقولوا اللي يقوص الحيه هذا واحد قوي، وبتفاخروا بالحكايه هذه، والله فلان قوص حيه وفلان قوص حيه. وفي عندهم حاجه اسمها الحيه النشابه، الحيه النشابه هذه بيقولوا انها حيه قويه جدا تهاجم أي حاجة في طريقها حتى لو كانت سيارة، والناس اللي يشوفوها هم ماشيين بالسيارة بيحاولوا يهربوا منها. اسمها الحية النشابة. في حاجة اسمها صينية الحية أو صينية الأفعى، مأخوذة من التراث المسيحي، صينية معمولة بالمعمول، صينية معمول، لكن الظريف فيها أنه فيها ثعبان فوق الصينية هذه منقوش مع نفس الصينية. الحكاية هذه أخذوها المسلمين وساروا يطبقوها في الأعياد وفي المناسبات. شكلها غريب جدا لكن حاجة ظريفة، لأنه اللي يشوفها بيشوف ثعبان ظاهر جدا فوق الصينية. طبعا الحكاية هذه أخذوها من فلسطين أساسا وبدأت تنتشر في بلاد الشام. في لبنان ناس بيكلموا الثعابين وبيقولوا لها روحي وتعالي، والثعابين بتسمع كلامهم. هذه حاجة غريبة وموجودة في الموروث الشعبي اللبناني، إنه ناس عندهم قدرة. طبعا الحاوي موجود في كل البلاد العربية، لكن إنه نكلم الثعبان ونقول له تعال وروح والثعبان اسمع كلامنا، هذه حاجة يمكن جديدة شوي. في الكرك، في الكرك الناس لو شافوا ثعبان بيقتلوه، حاجة طبيعية، لكن بيكون احتفال بالنسبة لهم، لأنه الثعبان المشوي حاجة طبق رئيسي، حاجة قوية جدا، فبيحتفلوا لو قتلوا ثعبان. في ريف دمشق، غوطة دمشق، في حاجة اسمها الحية الطوافة. الحية الطوافة هذه بيقولوا إنها بتلف على البيوت، بعد ما تلف على البيوت الناس بيحطوا لها أكل وبيحطوا لها ماء، تيجي تاكل تشرب وتمشي في حال سبيلها، ما تأذي الناس والناس ما يأذوها، عشان كده بيحطوا لها أكل وبيحطوا لها ماء، اسمها الحية الطوافة. وهذه من الأشياء الغريبة إلا متوارثينها في بلاد الشام، خصوصا في سوريا. في سوريا تحديدا بيقولوا في واحد اسمه أبو طوق. أبو طوق هذا لو ظهر ثعبان داخل المنزل بيتصلوا عليه، إجي أبو طوق يقول بعض الأشياء للثعبان، الثعبان يطلع. ليش سموه أبو طوق؟ عشان عنده عصاية وفي آخرها في طوق بيحطه في رقبة الثعبان، وبيأخذ الثعبان وبرميه بعيد عن المنزل. أبو طوق الرفاعي العيساوة، أعتقد أنها كلها حاجة واحدة، وتكلمنا في حلقة خاصة عن الرفاعية والعيساوة. مهم جدا أنه نعرف الموروثات هذه، ومهم جدا أن نحاول
نحتفظ ببعضها، لأنه الأشياء هذه حتندثر مع مرور الوقت. الآن أشياء كثير جدا راحت خاصة بالثعابين، مو نحتفظ بها عشان نستفيد منها، لكن على الأقل نحافظ على التراث. المحافظة على التراث حاجة مهمة جدا وحاجة لازم نسويها. أي نوع من التراث لازم نحافظ عليه. أختم الحلقة هذه بالمثل السوري اللي بيقول جنب العقرب لا تقرب، جنب الحية فروش ونام. أتمنى أنكم تفكروا في كل حاجة تشوفوها وتفكروا في الأشياء القديمة خصوصا، لأنه القديم تاريخ بالنسبة لنا ومهم نعرف أشياء كثير جدا عنه. أتمنى لكم السلامة، شكرا لكم. أعزائي المشاهدين، لو عجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب اللي موجود أسفل الشاشة. شكرا لكم.